مدينة بنغازي لهذا المرض من خلال قسمكم ومن خلال عملكم في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نحب نوجهكم التحية وقناة الحدث، وكل سنة وأنتم طيبين بالنسبة لعيد الأضحى المبارك. بالنسبة لبرج الأمل لمكافحة وباء كورونا، طبعا الوضع الوبائي للأسف قاعد سيء. نعم. تسجيل حالات بوتيرة متسارعة جدا. حاليا عندنا في القسم 15 حالة دخول اشتباه في القسم فوق، وعندي 20 حالة بإصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منهم 16 حالة قعدت في القسم العاجل في كلا سابقا، وأربع حالات عناية قعدت على التنفس الصناعي، وست حالات اشتباه في العناية أخرى. نعم. الوضع للأسف يعني الوتيرة متسارعة في تسجيل حالات الوباء. نعم. طيب الإجراءات التي تقوم بها داخل المستشفى، هل يوجد المواد للكشف عن هذا الفيروس؟ أيضا آلية الاهتمام ومتابعة المرضى المتواجدين لديكم، وماذا عن باقي المستشفيات وتواصلكم معها أيضا؟ هل يوجد أي تواصل ما بينكم وبين المستشفيات الأخرى؟ طبعا بالنسبه نحن الكشف عن اليه كشف عن المرضى وعاليه معاناه المرضى حسب توجيهات اللجنه الشرعيه العليا لمكافحه وباء كورونا برئاسه الدكتوره فتحيه العريبي. بدايه وحده الكشف المبكر عن فيروس كورونا لعائله كوفيد 19 في البرج الاول، يشوف حالات الاشتباه ودليل التحليل السريع الرابد، اذا كانت تستحق حاله دخول تدخل في برج الامل كحاله اشتباه حتى ظهور نتيجه المسحه الانفيه. بالنسبه للمواد المتوفره على حد الامكان. طبعا مركز بنغازي الطبي هو المستشفى الوحيد في المنطقه الشرقيه اللي تستقبل حالات الاشتباه اللي تكون محتمل اشتباهها فيروس كورونا، وبرج امل هو المركز الوحيد استقبالا. واذا اثبتت الحاله الموجبه يتم تحويلها لقسم العزل عندنا، سواء كانت عنايه او حاله ثانيه. الوضع كيف ما قلت لك انا سيء، لكن ننصح الناس بالتباعد الاجتماعي بالتزام معايير اللجنه الطبيه الشرعيه، عدم الذهاب الى التجمعات، المآتم، الأفراح، الأماكن هذينا، لبس الكمامة طول الوقت، استخدام الكحول، الغسل بالاستمرار للأيدي، لأن الوضع لاحظنا التسارع، وتو عندنا للأسف نضطر نقولها، عندنا سجلنا 11 حالة وفاة في برج الأمل، وعندنا حالة وفاة تو، وفي خاطي حالتين في مستشفى الهواري الآن، إجمالي حالات المتوفاة بفيروس كورونا 13 إلى الآن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور فادي فرطاس، كنت معي مباشرة عبر الهاتف. ينضم إلي مباشرة